إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أما بعد، الكلام الآن عن كتاب القواعد الأربع أو رسالة القواعد الأربع. هذه الرسالة وضعها المصنف رحمه الله لبيان الأصول أو القواعد التي تنجي المسلم بإذن الله تعالى عن أن يقع في شبه الشرك، في شبه الشرك، وتخلص له بإذن الله إذا انتبه لها وراعاها توحيده لله سبحانه وتعالى، وتخلص له توحيده لله سبحانه وتعالى. فهو يذكر قواعد أربع، إذا لاحظها المسلم وانتبه إليها لم يعد هناك بإذن الله شبهة في الشرك تدخل عليه من هذه الجهات. كما قدمت في الدرس الأول، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مارس الناس وعالجهم في أمر التوحيد فترة طويلة، ومن خلال هذه الممارسة والمعالجة جاءت هذه الرسائل، جاءت هذه الرسائل. في رسالة الأصول الستة أقامها على أصلين: الأصل الأول إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، والأصل الثاني لزوم الجماعة والمحافظة عليها، سواء جماعة السمع والطاعة أو الجماعة بمعنى ما عليه أهل السنة والجماعة اللي هي الجماعة العلمية. في هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع، زاد الأمر تحقيقا بالنسبة للأمر الأول، بالنسبة للأصل الأول وهو إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. نقرأ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركاً أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، استعاض المؤلف رحمه الله عن أن يبدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب الدعاء، وهذا الأمر فيه واسع، هذا الأمر فيه واسع، فإنه لم يبدأ مباشرة إلا بعد أن ذكر الله، وذكر الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة. ويلاحظ في هذا الدعاء أنه تلطف في استجلاب القارئ إلى ما سيذكره بأن دعا له بهذه الدعوات، وهذا الحقيقة التلطف كثيراً ما يحتاج إليه الإنسان من أجل تبليغ الدعوة، ومن أجل جلب الناس إلى أن يطالعوا ما يطرحه لهم وأن يستمعوا إلى ما يقوله لهم، خاصة في مثل هذه الموضوعات، وخاصة في زمنه رحمه الله، وخاصة في زمنه رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم لطيفاً
رفيقا في تعامله مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فبدأ المصنف رحمه الله بالدعاء للقارئ بهذه الطريقة، فيه استجلاب له واستعطاف له إلى أن ينظر بتفهم وبتروي وبقبول لما سيطرحه عليه في هذا الموضوع المهم الذي هو أصل الدين، وهو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ أن تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم حقيقتها إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. طبعاً ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفها نفسه، وإن الدين عند الله الإسلام. فهو يعرفك ما هو الإسلام، ما هي الحنيفية، فيقول لك هي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. فإذا كانت الحنيفية هي هذه العبادة بأن تكون خالصة لله وحده دون سواه، فما الذي ينبغي عليك أن تفعل؟ هو الآن يتدرج معك، أداك هذه أول قضية، وهي قضية أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، وهي الإسلام العام، وهي الإسلام العام الذي بعث الله به كل الأنبياء، الإسلام العام الذي بعث الله عز وجل به كل الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمم الدنيا من حين آدم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان دينهم الإسلام بهذا المعنى، وهو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. وإن اختلفت التشاريع والتفاصيل، لكن الأصل واحد، وهو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، أدياننا شتى وديننا مذاهب، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ شرائعنا شتى وديننا واحد، هو أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الأمر مهم، يعني ما أحد ينازع فيه، وهو أن الحنيفية ملة إبراهيم تقوم على أساس تحقيق العبادة لله وحده دون سوى، هذا الأصل. قدم هذه المقدمة وهي مسلمة، صح؟ نشوف إيش يبني عليها. يلا. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذه المقدمة الثانية، قال لك أنت لابد أن تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. هذا الإخلاص والتوحيد يبطل إذا دخله الشرك، كما أن الصلاة تبطل إذا اختل فيها شرط الطهارة. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فلابد من أن تكون في الصلاة على طهارة، فإذا دخل الحدث على الطهارة بطلت الصلاة لاختلال شرط الطهارة فيها. كذا العبادة إذا اختل ركن التوحيد فيها اختلت وردت وبطلت، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر كيسير الرياء، أو كشرك الألفاظ والأقوال، كأن تقول مثلا ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من العبارات، فهذا الشرك الأصغر يبطل العبادة ولا يحبط جميع العمل. أما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العمل. لذلك نحن لابد أن نتقي الله عز وجل ونتجنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر ونحذر منهما، ونحذر منهم. الشرك الأكبر يبطل جميع أعمالنا، والشرك الأصغر يبطل العمل الذي يدخل فيه كيسير الرياء. واضح؟
إذن المقدمة الثانية اللي قالها التنبيه على أن الشرك ينافي التوحيد. إذن نحن عرفنا أن الحنيفية ملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، وعرفنا أن الله خلقنا لعبادته، وأن هذه العبادة تبطل إذا دخلها الشرك، تبطل هي بمفردها إذا دخلها يسير الشرك أو الشرك الأصغر كيسير الرياء، ويبطل جميع العمل إذا دخله الشرك الأكبر. ونحن ينبغي أن نحذر الشرك الأكبر والأصغر. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا مسألة، هل الشرك الأصغر يغفره الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الشرك الأصغر كيسير الرياء هل يدخل تحت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أو أن الشرك الأصغر كالمعاصي الكبيرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء الله عذب صاحبه؟ من أهل العلم الكبار من ذهب إلى أن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر لا يغفره الله، استعمالا لعموم اللفظ الوارد في الآية، فإن تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، فشركا نكرة في سياق النفي فأفاد العموم، إن الله لا يغفر شركا به، مرة لا يغفر شركا به، خلاص. ومن العلماء من قال لا، هذا الشرك المراد به الشرك الأكبر وليس المراد به الشرك الأصغر، كالظلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الصحابة إلى الرسول قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم إلا ما ظلمنا في حق الزوجة في حق الجار في حق صاحب في حق مسلم إلا يحصل قصور، ما حد سالم، كل ابن آدم خطاء. الصحابة فهموا الآية بمقتضى اللغة، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة ظلم نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، فشمل العموم الظلم الأكبر والظلم الأصغر، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر. قال أما سمعتم إلى قول الله عز وجل عن العبد الصالح قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن المراد بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم عظيم، يعني الشرك بالله، فلا يدخل فيه الشرك، ألا يدخل فيه الظلم في الأشياء الأخرى غير الشرك، الظلم اليسير الذي يقع من الإنسان مع إخوانه أو الظلم مهما كان، المهم لا يكون الشرك بالله. فقالوا فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك هنا كالظلم هنا، فالمراد هنا الشرك الأعظم. قالوا ويدل الكبير، وقالوا ويدل على ذلك متابعة أسلوب القرآن الكريم في مثل هذا الموضوع، فإن المراد به هناك الشرك الأكبر. قالوا ويتأيد كلامنا في هذا الباب، يتأيد كلامنا في هذا الباب بالإجماع أن من أتى بالشرك الأصغر لا يمنعه ذلك من دخول الجنة حتى إن عذب، أجمعوا على هذا أن من أتى بالشرك الأصغر مع محافظته على أصل التوحيد وأصل الدين ولم يقع في الشرك الأكبر أنه لا يحرمه ذلك من دخول الجنة، فجابوا هذا الإجماع مع مراعاة أسلوب القرآن واعتبروه قرينة دالة على أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر. لكن إحنا دائما لما نتكلم مع الناس ما نريد أن يتهاونوا في هذا الموضوع، فنقول جنس الشرك
أعظم من جنس المعاصي والذنوب، أعظم من جنس المعاصي والذنوب، فينبغي لك أن لا تستهين بهذا الموضوع فتبتعد عن الشرك كبيره وصغيره. خلاص؟ طيب، المسألة الثانية، ذكر الشيخ رحمه الله أن هناك شبكة، يقصد بالشبكة يعني عداوة الشيطان للإنسان، عداوة الإنسان للشيطان، فهو ينصب له الشرك. إيش معنى الشرك؟ يعني مثل ما تقول الأشياء التي يصطاد بها الناس، المصايد. لذلك ابن القيم ألف كتابه ملاحظا لهذا المعنى، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فالشرك هو مثل الشبكة، المصايد التي يصطاد بها الشيطان الناس من أهل الإسلام. والشيطان يضع لأهل الإسلام 7 عقبات يريد أن يصطاده عندها، فيأتيه أول شيء بالشبكة أو بالمصيدة العظمى، يريد أن يوقعه في الشرك الأكبر، يريد أن يوقعه في الشرك الأكبر، يخرجه عن التوحيد وعن الإسلام بالكلية. فإن فاته ذلك جاءه للعقبة الثانية، أن يوقعه في البدعة. ليش البدعة بعد الشرك على طول؟ قال العلماء لأن الإنسان صاحب البدعة لا يتوب. ليش لا يتوب؟ لأنه هو ما يرى هذه بدعة، هو يراها دين، والشيطان يعجب أنه ما يتوب. أما ترون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويأتي أعوانه، فيأتيه الرجل يقول لم أتركه حتى وقع في كذا، قال يوشك أن يستغفر ويتوب، قال لم أتركه حتى تخاصم مع أخيه، قال يوشك أن يصطلح وانتهي. لكن عجب الطلاق، ليش عجب الطلاق؟ لأنه خلاص الطلقة وقعت، انتهى، وقعت الطلقة، نقصت من 3 سارت باقي 2، خلاص هذه مضبوطة. وفي رواية أنه يعجب أنه يقتل، ما تركه حتى جعل مسلما يقتل أخاه. فهذه الأشياء يلحظها الشيطان، فالبدعة صاحبها لا يتوب، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. إيش معنى حجز التوبة؟ يعني لا يوفقه لأن يتوب. آدم يرى نفسه أنه على حق وأنه مخالفه على باطل، فكيف يتوب؟ ما يتوب. فهو العقبة الثانية البدعة، فإن فاته ما قدر يوقعه في بدعة، جاله للعقبة المصيدة الثالثة، هي مصيدة المعاصي الكبائر. فإن فاته في الكبائر جاله في المصيدة الرابعة، المعاصي الصغائر. إن فاته في الصغائر جاءه في فعل المكروهات، المصيدة الخامسة. إن فاته في المصيدة الخامسة جاله في المصيدة السادسة، في ترك المستحبات. إن فاته في ترك المستحبات جاله في المصيدة السابعة، وهي التوسع في المباحات. التوسع في المباحات يعني الإنسان ما عاد يدع بينه وبين المشتبهات إيش؟ جنة تقيه من الوقوع فيها. أما المؤمن الحصيف فإنه يستبرئ لدينه وعرضه فيتقي الشبهات، أما هذا لا. وقد جاء في الأثر أو في الحديث، وفيه ضعف يسير لكن معناه صحيح، أنه لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. فالإنسان لابد أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية حتى لا توقعه. يقوم يجي الشيطان هنا يقول لك يا أخي هذا مباح، ليش تمنعه؟ أتركك هذول متشددين يمنعوك منه، سيبك منهم لا تلتفت إليهم، فيجعلك تخوض في المباحات حتى تقع في الحرام، حتى تقع في الحرام. ولذلك الرسول يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. تنتبه لنفسه. فالشيطان إذا فت في الشرك وفت في البدعة وفت في الكبيرة وفت في الصغيرة وفت في ترك المكروه وفت في فعل المستحب، إنك تركت المستحب، جاءك وتتوسع في المباحات، تتوسع في المباحات. والمتقي حقيقة
المتقي الكامل التقوى هو ما يدع من يدع المحرمات والمكروهات ويدع المشتبهات ويجعل من المباحات فاصل بينه وبين الحرام. هذه الدرجة الثالثة، أكبر أعلى درجة من درجات التقوى، لأن كل مسلم تقي. والتقوى ثلاثة درجات، الدرجة الأولى ترك الحرام، ترك الحرام وفعل الواجب، وهذه درجة عموم المسلمين، يترك المحرمات ويفعل الواجبات. الدرجة الثانية أعلى منها، يترك المحرمات والمكروهات ويفعل الواجبات والمستحبات، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة يترك المحرمات ويترك المكروهات ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المباحات، بعض المباحات وقاية لدينه، فيجعل بينه وبينها حمى حتى لا يقع. وهذا معنى لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. خلاص، فالشيخ يقول لك انتبه، الشيطان لا يصيدك في هذه المصيدة، في هذه الشبكة، واحنا هم عندنا التوحيد. فأنا أذكر لك أربع قواعد، هذه القواعد إذا انتبهت لها بإذن الله تسلم من الوقوع في مصايد الشيطان في باب الشرك. يلا نشوف.